بخير وان شاء الله يكون عيد سعيد عليكم جميعا. اليوم راح نقدم لكم وصفه كريم الليمون وماء الورد للحصول على بشره ناصعه البياض من اول استعمال باذن الله. اول مكون عندنا هون عصير ليمونتين، وعنده هون 3 ملاعق كبار من النشا، وراح نستخدم معلقتين كبار من ماء الورد. الكريم صار جاهز عندنا. الكريم كثير سهلة. أول إشي بنغسل بشرتنا بالمي السخنة، بالمي الفاترة أو السخنة، عشان نفتح المسامات. وبعد ما نفتح المسامات بنجيب الخليط اللي عملناه، الكريم اللي عملناه مثل ما أنتم شايفين، وبنفرده على بشرتنا وبنضل نفرده على كامل البشرة وبنخليه لمدة ربع ساعة. وبعد ما ينشف بنغسل بشرتنا بالمي الباردة وراح نسكر المسامات. وبعد ما تستخدموا هاي الوصفه بتقدر تجيبوا مكعبات من ماء التلق، من مكعبات من ماء الورد، تكونوا حاطينها بالفريزر وتدهنوا فيها وجهكم من جديد وشوفوا النتائج وادعوا لي. هاي الوصفه بشكل يومي. فيديو اليوم ما تنسوا تدعمونا باللايك، خلينا نوصل هذا الفيديو لألف لايك، واشتركوا بالقناة خلينا نوصل القناة لميتين ألف مشترك من خلال الضغط على الزر الأحمر. ولما تضغطوا على الزر الأحمر فعلوا الجرس عشان يكون إشعار جديد أنشره على القناة يوصلكم. وشكرا لكم كثير وكل عام وأنتم بخير. وإذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تشتركوا بقناتي من خلال الضغط على الزر الأحمر كلمة اشتراك، ولما نضغط عليه راح يطلع لنا جرس صغير بنضغط عليه وبنفعله، وكل إشعار جديد راح أنشره على القناة راح يوصلكم. وإذا عجبكم الفيديو اللي نشرته ما تنسوا تدعموني باللايك.